هي صيغة الغياب الحاضرة، هي وصية الزمن واكتعال الحياة، هي ترجمة ثالثة للبقاء عبر الموت، هي صرخة تعجل ثقافتنا من جديد، هي الإيمان كله، وهي نصف الجهاد ومقدار من الحنين إلى الجنين. لوحة الشهيد وصورة من الإعلام السوري الحر يؤديها مجموعة من أبناء مدينة جاسم تدريب عزاز صواري. لأنه دماته بين علينا.